يقول: ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟ الله تعالى حرم زواج امرأة الأب، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام، أما إذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على الفور، يجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشيء، هذا الشأن. والأولاد شرعيون في هذه الناحية؟ الأولاد إذا كان مثلا عن جهل تزوجها عن جهل زوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين، لأن هذا بشبه. أما إذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل والنكاح باطل.